هذا الماش ممتاز. عندكم شكوك في العلاقة بنجربوا معكم نعيطوا معكم مرحبا راسو عينو كنت كاتب لنا وحنا خويا نبيل خويا نبيل مشحوق القضية مرحبا خويا نبيل شكون عيطنا مصلاح حبيبي كلشي بخير فما لا صحة لاباس بخير مرحبا خويا راك طافي راك طافي راك طافي راك طافي راك طافي راك شو دير عجل مخبي يا راه مخبي معاه كلشي بخير الغزال اخويا نبيل مرحبا حبيبي اخويا كتسمعني مزيان الله يحفظك اخي مومو نهار كبير هذا اخويا باش سمعنا الصوت ديالك عرفتي راه شي حاجه زعما شي حاجه زوينه بزاف مصرفين اخويا نبيل وتتمنى ان شاء الله ما تعاودش شو داكشي نقول لك اخويا حنايا باش كنديرو مش ممتاز كنبغيو لانه اللي نعيطو عليه يهزل لي معيط على قبلو وانا الامور دوز بخير وانا داكشي كيتحيد هذا الشيء اللي بغينا اخويا انت بغيت تجرب في دواء هذه 9 شهور انتم مصاحبين لا كنا ديجا دوزنا وطلقنا ودابا حنا 9 شهور هذه عاد رجعنا العلاقه ديالنا ان شاء الله باش غادي نرجعو ان شاء الله ونرجعو نديرو دارنا حنايا بحالنا بحال جميع الناس متزوجين كنتو متزوجين 3 سنين طلقتو هادي عام عندكم وليدات ورجعتو واخا خويا هادي عام تقريبا وعلاش تجربة نبيلة؟ اش نقولك اخي مومو مؤخرا كتخبي التليفون ما 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 ما, ما عنديش هذيك القضيه انني غادي نقلب على التليفون غير كنبغي نتيستي بعد خطرت نشوف نقلب على التليفون بعد خطرت ما كتبغيش وبعد خطرت تيكون فيبرو بعد تقول لك راه التليفون ديالي راه خاسر وبعد خطرت كيصوني وخطرت راه ديما فيبرو واش نقول لك اخي مومو وليت ما وقعتش كيما كانت يعني شحال هذه كنا دوزنا واحد العلاقه الصراحه ديال قبل ما نتزوجوا فاش كنا مخطوبين كنا دوزنا واحد العلاقه زعما ديال الحب وما كنا متفاهمين بزاف الحوايج دابا فاش بغينا نرجعوا بغينا نصلحوا الاخطاء ديالنا وكلشي ونجددوا الامور ديالنا هي باغا ترجع ولكن بحال كاينه شي حاجه كنحس بحال كاينه شي حاجه ونطلب الله ما تكونش ان شاء الله شنو اللي وقع باش قررتوا انكم ترجعوا العلاقه العاطفيه ديالكم باش ترجعوا مبادئاتكم كاين دخلوا العائلات العائلات دخلوا واخا العائلات هما اللي كانوا وكنت ديجا كنت ديما تنقول لها ما تبقيش تسمعي حتى الهضره حتى شي واحد وحتى انا كذلك خصنا حنا اللي غادي نقدوا الامور ديالنا الوالدينا ولا عائلتنا راه صافي وصلوا حنا ما نتخلاوش عليهم ما نزورو نجيو نزورهم وكل شيء ولكن العلاقه ديالنا حنايا ما خصهاش تصرفش علينا ولكن الامور وقعت اللي وقعات انت باغي ترجع معاه باغي انت باغي باغي انت ضروري اخي مو الله اخ اخويا ضروري راه الجوج وليدات تبارك الله وهي اخ اخويا الله يسهل الامور الله يدير لي فيها الخير امين 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 التليفون ما كتخليك تشوف التليفون القضيه ديال تشوف التليفون ماشي اوبليغاتوار ماشي اجباري التليفون ديما غابر وانت اللي كتسول فهاد ديما ما كتسولش فيك غادي نعيطو اخويا خصك لابد تهضر معاها في الاخر باش ما كان واخا وخسر معاها مزيان وتقول لها شنو بغيتي تقول لها سواء عزاتك سواء ما عزاتش لانه راك نتوما زوجين وطلقتو ودابا عاوتاني تصاحبتو باش ترجعوا مع بعضياتكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم اش اخبارك لالا لاباس عليك وعليكم السلام لاباس الحمد لله يبارك فيك الحمد لله لالا نقدو لك راسي مرحبا معك فاتي من شركه ورود المغرب حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد ومره كنديروا قرعه صغيره ومبروك عليك لالا هاد المره راه تعجلات نيميرو التليفون ديالك وربحتي معنا مشموم ديال الورد تقدري تهدي للخطيب ديالك الزوج ديالك ولا الا كنشوف شي علاقه انصاب عطيني السميه ديالو المدينه رقم التليفون وانا كنتكلف لك بالباقي ما كتخلصي حتى شي حاجه كلشي على حسابنا تكون اول واحد جا في بالك مرحبا هو عارف هادشي هو ما عارفش شي حاجه انت غادي ديري عليه مفاجاه حيت انت اللي ربحتي وانت عندك الحق تصيفطيها لشي حد اللي انت معاه سواء مزوجين سواء مخطوبين سواء في علاقه عطيني السميه ديالو المدينه رقم التليفون وانا كنتكلف لك بالباقي واخا مرحبا شنو سميتو سميتو نبيل نبيل شنو كيجيك نبيل هو خدام موطاك لا شنو كيجيك مزوجين مخطوبين كيجيني راجلي راجلك داكوغ شنو بغيتي تكتبي لي مع هاد المشكون نعم شنو بغيتي تكتبي لي شي حاجه رومانسيه من عندك نكتب لي بان الله يخليه ليا وصنبغي والله يخليه لوليداتنا داكوغ الله يخليكم بعضياتكم الله يكمل بالخير الله يكمل بالخير اشخبارك في دواء كلشي بخير معاك مومو لاباس الحمد لله مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام لا نبيل دارك مشوم داس شكرا دارك المشوم نبيل هضر معاه في دواء هضر معاه وي خي مومو هاني بخير في دواء بخير صافا
صباح الخير. الو انا كنسمعك مزيان، كنسمع انا غير الصوت ديال امير مبرزك تماك. في لعب. الو الله يخليك ليا. انا كنسمعك. امين. لا باس الله يخليك ليا، وكما قلت لك ان شاء الله نديروا هذه العلاقه ان شاء الله على قبل وليداتنا وعلى قبل الحب ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله على قبلكم تنتوما، على قبلكم تنتوما، على قبل بعضياتكم، باغيين ترجعوا مع بعضياتكم. الله يكمل الخير. شي زوين هادشي، والله يكمل لكم الخير. محمد فدوى نبيل بلاتي بلاتي، خليني نشرح خويا، خليني نشرح. نبيل فدوى دابا، نبيل تبرزت حيت ما كتجاوبيش بزاف التليفون، ما كتعيطيش ليه بزاف، ما كتفهمتيش زعما، ماشي بحال العلاقه ديالكم قبل المره الاولى تزوجتوا، واخا صافي، ولكن هو خاصه على الدكتوره مع الوليدات وصافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى عاوتاني اخويا نبيل، نشرحها لك انا في بلاصه فدوى دابا، وفدوى تقول لي واش متفقه ولا متفقاش. وانا اخويا نبيل دابا نشوف فدوى عاوتاني، دابا حيت كاين الرجوع، كاين شويه ديال الدفع الكبير. شويه ديال الدفع الكبير، شويه فهمتي داك باش. وكاين فهمتي، كاين فلوسفه، كاين فلوسفه، كاين فلوسفه د الرجوع، كاين فهمتي، وكاين فغا ترجع داك الشيء غادي ينطلق عاوتاني. صافي، الله يكمل لكم بالخير. ضروري، الله يكمل بالخير. مرحبا مرحبا، اسمع الدراري، اسمع الجميع، الله يكمل بالخير على الجميع. ديروا معنا الماتش ممتاز، ممكن 05 30 330 330 05 30 330 330.